الحنان والتعومات راح ورحل عن دنيتي خلاني أبكي في سكات. هبوط مفاجئ، ظهر ان هي مش واكله حاجه او سمعت حاجه اثرت على حالتها. احنا ادينا لها مغذي وبعد ساعه ان شاء الله تكون كويسه. واهم حاجه في الموضوع ده كله انكم انتم ما تقولهاش على حاجه تاثر على حالتها النفسيه. بالفعل يا دكتور، يعني خبر وفاه رجلها فطاحت وانهارت. بقى لله. مشكور دكتور، ما قصرت. Thank you.
ماكو فايدة فيه. رد حق سوالفه مرة ثانية. شفيك عمري؟ بالك مو معاي، قاعد تفكرين باشياء ثانيه. عسى ما شر. قاعده حاتي لين من المغرب، دزت لها واتساب ولحد الحين ما ردت علي. ما ادري ايش صاير معاها. ماكو الا العافيه ان شاء الله. لا تحاتي ان شاء الله. الله يستر. يلا يبا. باي. مسكين هالانسان، خدمني سنين يشيل وحط فيني. الله يجزاه خير. الحمد لله والشكر. الحمد لله على كل حال. باقي الحين شيء واحد، موضوع نور وحبي لها. لازم أصارحها، لازم، بس مو الحين. بعد ما أمشي إن شاء الله أنا راح أقول لها على كل اللي بخاطري. الحمد لله، الحمد لله يا رب. بدأت أحلامي تتحقق شوي شوي. مالي يا يما، مالي. الإنسان ما يعرض حكم رب العالمين. الله اللي أعطى، الله اللي خذ. ابكي يا نظر عيني، ابكي. نرضى بالقضاء والقدر. ما علي حبيبتي، ابكي يا يما، ابكي، ابكي، ابكي. ما علي انظر عيني وقلبي وروحي. الله يرحمك يا بدر، غمد روحك اليوم. تنسيني حبيبتي بأيام، تنسيش كل شيء، كل شيء تنسيش. ما علي حبيبتي، أم الوجود. هذا اليوم المشؤوم انهرت. اي نعم، انا انهرت. بهذيك اللحظه، بهذيك الساعه، منو كان يصدق؟ منو كان يتوقع ان الشخص اللي انا حبيته وعشقته، اللي حلمت فيه من سنين وسنين، ولما تحقق حلمي احد يصحيني منه واقوم. نهاية هذا الحلم الجميل كان أن كل شيء يرجع مثل قبل. أرجع إنسانة وحيدة، أرجع بيت أبوي وأنا متألمة ومجروحة، مو قادرة أتقبل أو أصدق أن بدر ما رح يرد، أني ما رح أشوفه مرة ثانية، أني ما رح أكلمه وما رح يكلمني. رفيجاتي وأمي وأم بدر كلهم معي، بس ما أدري ليش كنت أحس إني بروحي. ما كنت أشوف أحد يمي، كنت أحس بضيقة، كنت أحس عوار بقلبي. تعرفون شنو يعني بدر يموت؟ بدر
بدل راح، خلاص ما راح يرد. قلبي راح معه، الألم اللي كنت حسه ما كنت حسه بس بقلبي. أنا بهاليوم كنت مخنوقة، كنت مو قادرة أتنفس. أنا كنت أجمع هدوم عشان أقدر أتنفس، عشان أقدر أتنفس. الشيء الوحيد اللي كنت أعرفه أني لازم أجمع هدوم عشان أتنفس. بهاليوم ما أدري شنو حاشني، ما أقدر أوصف كمية الألم اللي كنت أحس فيها. أحس يمكن الحين راح أموت وراه. أنتوا تدرون إني أحبه وروحي متعورة. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله خير. الحمد لله. أحسنت. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. بشكرك. أحسنت. جزاك الله خير. الله أجرك. أجرنا وجرك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أجرنا وجرك. جزاك الله خير. حياك حياك تفضل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كان ودي لين تجيب لبنية لكن ما تهنى بزواجه الله يرحمه. هم السابقون ونحن اللاحقون يا يبت. يا ابن الحلال تصبر لأخوك، تصبر تصبر وشد حيلك طول للرحمة. لا تلوموني يا جماعة، هذا وحيدي، هذا وحيدي، أنا ناجي ما عندي غير. أسأل الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. بس عفو عليك يا أبو بدر، هذا طريق كلنا ماشينه. شد حيلك وين أخوك، تصبر اطلب له الرحمة. نعم بالله، الله يرحمه. الله يرحمه ويغمد روحه لينا. اللهم بارك. اللهم آمين. آمين يا رب. يا ربي حبيبتي ترحمي علي، ترحمي علي. بس بنات ما كان مفروض اني بهالشقة، هي لحد تحت تأثير الصدمة. لين حبيبتي ما يصير تعترضين على حكمة رب العالمين، قولي الله يرحمه. ترى ورد كلامها صح، ترحمي علي يا لين، قولي الله يرحمه. ترى الحياة أبقى من الميت. بس حبيبتي بس. خلاص حبيبتي خلاص. هدي أخي يوسف، الكفالة اندفعت، بس ها نقدر نستديك بأي وقت. حاضر مشكور. كيفك اليوم عيسى؟ الحمد لله بخير. تمام الحمد لله. عم تعمل التمارين اللي وصيتك عليها؟ والله قاعد احاول دكتور. طيب خلينا نعملهم سوا مع بعض شوي شوي. حاسس بايدي يا ليلى؟ ايه ما شاء الله. والثانيه؟ ايه. طيب حبيبي انا هلا حارفع لك رجلك، بس بدك تعمل جهد معي، ترفع معي شوي شوي. شوي شوي يلا ارفع. ها مو قادر دكتور. لا كلمه مو قادر ومو قادر هي تنساها من قاموسك أبداً، ما تقول لي مو قادر، بالعكس أنت عندك إرادة حلوة وإن شاء الله بتقدر. يلا
معي ساعدني. ايوه حرك. حلو حلو ايوه ها. ايوه تمام تمام لا تشد على حالك. يلا حاتني لك اياها نفس الشيء. اتني معي اتني اتني ايوه ها ها ما شاء الله ها. طيب منيحه كثير 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 كثير. انت بدك تضل هلا تعمل هاي التمارين مع تمارين العلاج الطبيعي، وان شاء الله بعد 3 أسابيع انا بدي اشوفك نازل على السرير هذا وماشي على الووكر. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله اكيد. وتقول الدكتور ان شاء الله. بحاول اسوي التمارين كلها ان شاء الله. والله يسلمك ان شاء الله من الشر. الله يسلمك. مع السلامه. مشكور مشكور دكتور ما قصرت. شلون الحين؟ هسه نامت مسكينة. حالتها تعور القلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عليه. يبي لها وقت عشان تنسى. الله يعينها. ها حبيبتي وين رايحة؟ اسمحوا لي أنا عن إذنكم. تعالوا يما قعدة وحياكم تعالوا. ألو أقول ورد طلعتها مو طبيعية تقن شو اللي صاير؟ إيش تراني أنا؟ تلاقين يوسف داكي عليها وطلعت بسرعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون الحين؟ شلون هي ناجي؟ خلها على الله. البنت وايد تعبانة. زين أنا طالع غرفتي. مسكينة لين ما تستاهل اللي صار لها. الله يرحمها. والله يعينها مسكينة. يوسف أنت إيش قاعد تقول؟
تدري الريال اللي ذبحته بالحادث منو؟ زين سمعيني ورد، سمعيني. أنت تدري إن بدر ريلين؟ يعني أشتر ذبحه؟ الله قاعد يشوف، مو عليك بازل. صدق يا ربي، مو صدق، وين ودي ويه من البنات؟ شو أقول لهم؟ يا من نصحتك يا يوسف، قلت لك وخر عن خرابيط السباقات، بس ما سمعت كلامي. شو أسوي يا ربي؟ هذه النتيجة. الله يصبر قلبك يا لين. شو المصيبة اللي نزلت علينا؟ خلاص، بعد اللي صار انتهت علاقتي معك يا يوسف. انت بطريق وانا بطريق، انت اللي اخترت هالدرب، هذه النتيجة. يا وليدي شلون دوامك؟ لا ماشي الحال الحمد لله، كل شيء. ما تجرق ميرلاند؟ يلا جيب العيش ماما، يلا حيبه قطعة خاص، ما في تزريق، تدري الشركات شيء ما في. ربعنا التانيين هم اللي خالينها. منو الثانيين بعد؟ يلا تعالوا الغدا جاهز. يلا 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 قبل الله يقطنا الوالد. يلا تعال تغدى معنا. بالعافيه يابا، انا متغدي توني بس بطلع اريح شوي فوق. براحتك يا وليدي، براحتك. يابا هذا يسمونه غدا عالمي، اللي ولدك طوفه ومتغدي عند ربعه. والله هاليومين ولدك ما ادري سالفته، لا راضي ياكل ولا راضي يقعد ويانا. خلي على راحته يابا، لا تضغطين عليه. داود. يا سلام. صاير شيء بينك وبين اخوك؟ نايم ماكو شيء. اكيد. اي اكيد. بعدين انا مو قلت لك ذيك المره؟ قال كلمه ما يرد علي عدل وطلع برا، وانت قلت لي عصبي. ما شكو. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونك يا يبا، الله يكون بعونك يا بنيتي، الله يصبر قلبك يا يبا، الله يصبر قلبك. وجاز اللي كان السبب، استغفر الله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تعال، ليش قاعد عليك ما ترد؟ خل رايح، ايش فيك؟ ها ايش تبي؟ ايش تبي؟ داق عليك انا، ايش فيك مراد؟ ايش فيك شويت؟ بديش نادي مش معي، راح ارتب لك الامور وندش نجسم انا وياك، واحد من ربع فاتح له نادي جديد ومش على حسابي. لا راح اجسم براحك، انا ابي اسجل بروحي. ايش فيك تحت كذي؟ عادي قاعد اقول لك اذا ابي اروح اسجل بروحي، لا اسجل وياك. ليش تسجل وياي؟ ايش فيك انت؟ طالعني. أكلمك فيك شيء أنت؟ لا ما فيني شيء. الرجال إذا في شيء يتكلم عادي. إيه صح. الرجال إذا في شيء يتكلم إيش فيك؟ تحدش أصير رجال. يعني أتكلم وياك يعني أصير ياهل؟ أنت من سواك رجال غيري، لا تكذب الكلام، قول اللي عندك. أوكي أنت سويتني رجال، بس أنت راح ترد علي نفس ريايل؟ أكيد راح أرد عليك نفس ريايل، إيش تبي؟ زين إيش اللي بينك وبينها؟ من وين؟ ايش فيك تستعبط؟ ايش اللي بينك وبينها؟ انت ايش قاعد تحكي؟ شنو قاعد تستعبط؟ منو هي؟ هل رديت تستعبط بعد؟ انت مكلمتها وقالت لك ان هي ما تجيك؟ وانت الحكي هذا يا قايل لي؟
لا هذا ما وصل، هذا كله من تأليفك انت، وانت رحت مشيت و ولاد 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 لا تقول من تأليفك انت، الحكي قايل لي اياه احس صار من تأليفي. اي من تأليفك لان انت كذاب. لا انت قاعد تغل ادبك. لا مو قاعد تسولف وياي عن الادب، وانت اللي ما تعرف الادب، انت اللي تكذب وتسولف وياي انا عن الادب. تحكي عدل. لا ما تحكي عدل. شنو تحكي عدل؟ انا شنو قلت كذب؟ ها سويت لي فيها انا اللي ما اشتري البنيه، وراح تروح تسولف لي من وراها وتكلم امي ما شنو. شو 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 قاعد تقول انت؟ انا قاعد اقول لك انت كذاب. ما تحكي عدل. ها تحكي عدل قاعد اقول لك. لا تمديدك زين. تحكي عدل. لا تمديدك. ويا هذا عندك انا. شو تمديدك؟ لا تمديدك. لا تمديدك. شوف قسما بالله ابوك ما كنت قاعد اضحك الحين. تفهم ولا لا؟ اوكي وانا قاعد اقول لك قسما بالله مديتك. شنو مديت ايدك؟ ايش تبي تسوي يعني؟ ايش تبي تسوي؟ رب الكعبه يصيدك. يلا يلا فذ فذ في انت يلا. ورد شفيج ايش قاعد تبكين؟ انا هديت لين ويت عندك علشانك، شفيج قاعد تبكين؟ خليتيني اهد لين مو حرام كذي؟ شفيج قولي تحجي. ايش اقولك؟ شلون بقولك؟ شنو قولي؟ طيحت قلبي. شفيج أنا عرفت إن اللي دعم بدر هو نفسه يوسف. أنا لازم أقول الموضوع حق لين، ما أقدر أخش عليها. بس شلون بقول لها؟ اللي عرفناه من المحضر إنه هو كان يتسابق مع صاحبه بالشارع العام، ونتيجة السرعة دعم بدر. بس يعني ما أدري إذا كان المتهم نفسه يوسف اللي تحبينه ولا لا. يا ما حذرته، يا ما قلت له يوخر عن هالدرب، بس ما سمع كلامي. لا ما صدق. الحمد لله أنك ما تزوجتي. مو هذا المهم الحين. أنا محتارة ما أدري شنو أسوي. أنا متضايقة مغموتة. قولي لي شنو أسوي. بس ورد أنت مالك ذنب. هو من الأول شخص مستهتر، وفوق استهتاره كاهو ذبح روح. عاد ما أدري إذا كان يقصد ولا ما يقصد، هذه أرواح ترى مو لعبة. هو ما كان يدري إن بدر هو نفس الريد لين. أنا اللي قلت له. بس ما يصير يدق عليك عقب هالسالفة أساساً. هذا الشخص راح يتحاكم قانونياً، وحتشوفه شنو بيحكمون عليه على هالقضية. الله يستر. بس يا رب ايش هالمصايب تتحذف علينا من كل صوب. مو هذا المهم الحين. شوري علي شنو اسوي؟ انا من رايي لا تقولين حق لين ولا شيء. انت شفتيها حالتها وايد صعبه، يعني ما تتحمل الصدمه اكثر. ما اقدر، لازم اقول لها. ما اقدر اخش عنها موضوع مثل هذا. وانا ما قلت لك خش شيء عنها، بس صبري شوي على
شلون سويت كذي؟ هذا اخوي اللي صغير. والله صار في شيء بالشارع عليك. راح اتم طول عمري حاسب نفسي. ايش قاعد يقول لك تكره ابوي؟ ايش تبي؟ شنو ايش تبي؟ اخوك دق عليك ليش تكره؟ ايش تبي تقول؟ ما ابي اسمع منك شيء. لا تقول لي اخوك ما اخوك، مو انا الياهل؟ خلاص خلني انا الياهل بروحي، انت الكبير تصرف بحكمه. طول عمرك ريال. ايش هالحكي اللي قاعد تقوله؟ والله ضعقني انت ريال و لا تقول لي حكي الدواوين هذا تقص عليه تكروتني. لا عمي اللي قاعد تسوي انت سوالف يا هال. استحي على وجهك انت اخوي. ايش هالحكي هذا؟ استحي على وجهي. انا استحي على وجهي. تعال تعال قل لي لعبة. انت مو طول عمرك تكرهها؟ ما انا قاعد اسولف لك انا تقول لا تجيب لي طاريه. وين؟ وين هذه كلها؟ ليش النفاق؟ انت ليش قاعد تنافق؟ ما قاعد انافقك. وانا ما اخذت شيء لك، انا ادري ايش قاعد اقول. ترى عيب، عيب اللي قاعد تسويه، انت الكبير وانا الصغير. لا تنافقني ولا تكذب، عادي قول لي انا ابيها عادي اطلع من السالفه. تعلي صوتك، ام ابوي نايمين لا تعلي صوتك. ولو ادري ان هي صوبك يوم من الايام ما افكر كذي. بس الزواج رسمه نصيب وهي ملك. لك شنو منافق انت؟ شنو منافق؟ وانا ما ابي اسمع منك شيء يا اخي، ما ابي اسمع منك شيء. انا اخوك؟ تبتدي وتمشي كذي؟ انت بتقطع لي بيننا يعني؟ انت الحين ليش قاعد تمد ايدك؟ ايش تبي تمد ايدك؟ ايش تبي؟ بعدين لا تسوي لي فيها اخوي ما اخوي ولا الحركات هذه، ترى انت منافق، والله منافق. خلصت اللي عندك؟ خلصت؟ يلا يا ريال. أنا يا أهل ماشي. أنا إيش سويت بعمري؟ ذبحت إنسان ما له ذنب، وعلى حظي طلع زوج رفيجة ولد. أنا أستاهل. إيش كثر نصحتني وأنا ما سمعت الحكي. ضيعت نفسي وضيعت ولد الناس اللي ما له ذنب. أنا أستاهل. غريبة والله، وأخيراً بيعترف لي منو هو وش اسمه. هالمرة شكله صدق بيعترف لي. زين ننطر ونشوف. والله حارني، منو يستخدم فيسبوك هالأيام؟ واضح إنه متخفي ما يبينا عرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هوني هوت هوني عيبة، هذا أمر الله. مشكلة مو هني، مشكلة نور توها كلمتني تقول لي إن اللي دعم بدر طلع يوسف. يوسف اللي ورد تحبه وتبي ترتبط فيه وتتزوجه. تخيل. أوف. صدمتيني صراحة. الله يعرف ايش تصبر قلبه. اسمعيني. انت خليك معاه. وانا ما راح اضغط عليك بشيء. انت تعرفين الواجب. مو انا توي كنت عندها. كنا نبات عندها انا ونور بس. نفسيتها وايد تعبانة، طردتنا وقالت لنا ما أبي ولا أحد، البيت بروحي. ما عارفة شلون أوقف معاها هذا كذي. أنتِ هدي نفسك الحين. الأمور كلها بتنحل إن شاء الله، اهدي. إن شاء الله. يمشي يبا معي، يمشي الحين، ما نحل الله، يمشي.
أقول راشد خير؟ بنتك في كلش مو عاجبتني هاليومين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش فيها بعد؟ ما أدري عنها. لا تسولف معانا ولا تقعد ولا حتى تطلع مع أختها. هي للحين مضايقة بسبب ولد أختك؟ ما أدري عنها بس أحس قلبها مكسور. قومي قومي خلنا نام مباشر إن شاء الله. أنا حاجة أقول لكل حال الحديث. تكفى يا راشد، لا تلهب شغلك وتنسى بنتك. يبا توني قاعد أقول لك بحاجي يا باكر، ولا لازم تحني ناني ولا ما يصير؟ حلو جوك. اي كذي. شلون بقول لها على اللي صار؟ يا ربي شلون؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا يوسف. كان حرقت قلب رفيجتي على ريلها. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت يمه قول شو هاي تخطب لي فيض؟ انا بعرف انت ما مللت من هالسالفه هذه. ترى انا طقت كبدي من كثر ما اسمعها. بس خلاص استوعب. ايش فيك قاعد نقول لك البنيه ما تبيك؟ ترى مو غصب. الحين انت ما بغيت اختها تبي هي تبيك؟ اذا انت تخطبيها مره ثانيه. استغفر الله العلي العظيم. يقولوا لا تيس يقول احلبوا. ايش فيك يا نيت؟ اقول لك البنيه ما تبيك خلاص. طلع الموضوع من راسك. انا ما ادري انتم متى تحسون فيني. ما ادري لا اروح اشكي حق القطاوه برا عشان يحسون فيني يعني؟ وايد احسن. لا خلاص اروح اسولف وياهم عيل. روح احسن. هاي فوفو. هاي. ايش فيك؟ شكلك متضايقه. وايد متضايقه. ماني قادرة أنسى أيوب. استغفر الله العظيم. شوفي حبيبتي، تدري وين الضعف؟ الضعف إنك تستمرين بحب شخص ما يحبك. أنتي الله راح يرزقك شخص يحبك ويغدرك ويحطك على راسه. واللي ما يبيك لا تبينه. شوفي، مو يعني أيوب ما يبيك وما يحبك معناته هو شخص سيء، لا. بس هذه مشاعر لازم تكون متبادلة، وإذا ما كانت متبادلة ما يصير. يعني حب من طرف واحد راح يتعبك. صدقيني الله راح يرزقك اللي أحسن منه ويعوضك. تدرين فيض، مرات أحس إن أيوب يحبك بس أنا ما أحبه. أنا أعتبره مثل أخوي وبس.